شكرا جولي. صباح الخير، مساء الخير، وطاب نهاركم أينما أنتم، وترحاب حار للاجتماع السنوي 2021 لحماية الأطفال، التحالف الدولي لحماية الطفل بأحوال الإنسانية. اسمي أودري بوليير، وأنا المنسقة الإضافية من التحالف. أنا اسمي هاني منصوريان، وأيضا أنا المنسق في التحالف من يونيسيف. نحن سعيدين بأن نبدأ بالاجتماع السنوي 2021 معكم جميعا، بما أننا نجهز لهذه الفعالية. لاحظنا بأنه توجد البيانات الرائعة، سجل جديد لـ 94 موجز لبحوث التي تم تسليمها هذه السنة، والتي حوالي 50% سوف نعرضها خلال هذا الأسبوع. نود أن أشكر 26 خبيرا الذين تطوعوا بوقتهم لمساعدتنا في عملية الانتقاء لهذه الملخصات، ونود وسيكون عندنا أيضا جلسات إضافية هذه السنة، وخاصة صباح الثلاثاء والأربعاء بالتوقيت الأوروبي، حتى نسمح للزملاء في الأوقات الزمنية المختلفة بأن يستفيدوا من العروض المتعلقة بالحماية. كما أنه كان عندنا زيادة في السجل مقارنة بالسنة الماضية والسنوات الماضية، حتى فيما يفوق 1600 شخص الذين عبروا عن اهتمامهم بانضمامهم لهذه الفعالية. وهذه أحد الأمور الإيجابية لأن تكون هذه الفعاليات افتراضية، لأنها تسمح لزيادة المساهمة من زملاء حول العالم الذين لا يمكنهم السفر بشكل فعلي. ولكن أيضا الاجتماعات الافتراضية أيضا عندها المشكلة مشاكل، لأنه من الصعب أن نجتمع مع أشخاص الذين ونعرفهم بشكل جيد خارج مجال العمل. وقد حاولنا أن نعوض ذلك بأن يكون عندنا صالة قهوة افتراضية، والتي يمكن الانضمام إليها عن طريق الصفحة الرئيسية حيث دخلتم اليوم. الرجاء أن تنظروا إلى هذا الموقع الافتراضي وأن تستمتعوا بالاجتماع مع الزملاء الجداد والقدامى. لقد حاولنا أن نعطيكم لائحة اختيارية حيث يمكنكم أن تختاروا ما هي المواضيع التي تودون الاستماع إليها. أرجع النظر إلى هذه جدول الأعمال هذا وأن تختاروا العدد الذي ترغبونه. كما سيكون عندنا بعض السيرتات المهمة مثل الذكرى الخامسة للتحالف، يتبعه فعالية اجتماعية يوم الثلاثاء. أيضا سيكون عندنا إضافة التعريف على الأعمال المهمة التي قمنا بها، وخاصة في استراتيجية التحالف في 2021-2025 كانت سنة نعمل بها والتي بدأت خلال الاجتماع السنوي 2020. الكثير منكم قد يذكر بالاستشارة التي قمنا بها السنة الماضية، والآن هذه الاستراتيجية هي جاهزة. ويوم الأربعاء في 6 أكتوبر تشرين الأول فسوف نطلق ونتعلم هذه الخطة الاستراتيجية وأهدافها وأغراضها، وهنا ستحصلون على نسخة منها. هذا مثير. وبعد ذلك حتى ننهي أسبوعا مثمرا، سيكون عندنا السعر بأن نسمع من مجموعة العمل وكذلك قيادات ومجموعة العمل عن العمل الذي قام بها التحالف، وقد وضعوا سوية عروضا فيها معلومات وحية. لذلك أرجاء أن تكونوا معنا يوم الخميس. وفي النهاية عندما يبدأ العالم بأن يواجه تحديات أكثر متعلقة بكارثة البيئة، فقد بدأنا بأن نتأمل بأعمالنا فيما يتعلق بقطاع حماية الأطفال في حماية ومحاربة تغير المناخ وأثره على الأطفال. سيكون عندنا كل يوم الجمعة 8 أكتوبر تشرين الأول مخصص لهذه النقاشات مع متحدثين ملهمين وكذلك ناشطين شباب ومتحمسين تماما مع أمثلة جديدة على ما قمنا به. والآن حتى نحضركم ما هو التركيز المواضيع لهذه السنة، وهو عبارة عن حماية الطفل في أعمال إنسانية. هناك اقتباس من جوزيف مالينز من كتاب كتب في 1895 بعنوان سيارة الإسعاف في الوادي، والاقتباس يقول بأن ننقذ الذين سقطوا هو شيء جيد، ولكن من الأفضل أن نمنعهم من السقوط. من الأفضل أن نضع جدارا قويا حول الهضبة بدل من أن نركض بسرعة إلى الوادي للإنقاذ. إن الحماية هي أولوية ثانوية في عملنا في خطتنا الاستراتيجية ل 2018-2020، كما أنها منطقة للأولويات خلال استشاراتنا في استراتيجية بين 2021-2025. فإن التحالف كان يعمل على هذا الموضوع لعدة سنوات الآن، ونحن فخورون بأن نقول بأن عملنا الفني بالإضافة إلى مناصرتنا قد بدأت بأن تعطي بثمارها. نرى الكثير من الشمولية الممنهجة للحماية في البرامج على واقع الأرض، بالإضافة إلى استراتيجيتنا المنظماتية.
الاجتماع السنوي لهذه العام هي فرصتنا أن نتناقش مزيدا عن هذا الموضوع الهام ونقوم بالالتزام لنا وللأطفال الذين نخدمهم بأننا سنقوم بكل ما بإمكاننا حتى نحمي الأذى بأن يحصل أصلا، وعند استمرارنا بتعزيز استجابتنا لنتائج الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف ضد الأطفال فسوف نعمل لمعالجة جذور هذه المشكلة والأذى حتى نمنع انفصال العائلات عن الأطفال عن بعضهم الذي لا ضرورة له، واستقطاب والتجنيد القوات المسلحة والمجموعات، وبذلك ودخول الأطفال إلى العمالة والزواج المبكر، وكذلك العنف الجنساني والجندري وكل النتائج السلبية الأخرى التي يحصلوا عليها. هذا يعني بأنه سيكون أسبوعا مغنيا بالمعلومات وبالمفاجآت والعواطف أيضا. نتمنى بأنكم تكونوا متفاعلين معنا طوال الوقت. والآن ننتقل إلى المتحدث الأول لهذا الأسبوع، وعندنا الشرف بأن نرحب بالمدير التنفيذي لليونيسيف السيدة هنريتا فور حتى تعطينا كلمتها الملهمة الافتتاحية. شكرا كثيرا. في هذه المناسبة الخامسة للذكرى الخامسة أود أن أبارك للتحالف الدولي لحماية الطفل في العمل الإنساني لقيادته المؤثرة تماما. من دواعي سروري أن أفتتح الاجتماع السنوي عام 2021 في يونيسف. نحن نؤمن بأن كل طفل له الحق بأن يكبر بعيدا عن العنف والاستغلال والإساءة والإهمال والممارسات المؤذية، ولهذا فإن حماية الطفل هي الحجر الأساس لعملنا. عبر ما يزيد عن 150 دولة فنحن نعمل مع الحكومات والأعمال والمجتمعات المدنية وكذلك الشركاء الآخرين لمنع العنف ضد الأطفال، ونحن ندعم الناجين ومن ضمن ذلك منح الصحة النفسية وكذلك الاستشارات الاجتماعية النفسية، ونعمل مع المجتمعات حتى نمنع ونوقف الممارسات المؤذية مثل الزواج المبكر وختان الإناث. إن عملنا على عبر عقدين من بداية حياة الطفل وكذلك من ولادته إلى مراهقته وكذلك في سياقات الإنسانية والتطوير، فإن اليونيسف في النهاية كان عندها استراتيجية حماية الطفل والذي فيها الحماية هو حجر الأساس لعملنا في العقد القادم. التطور الموجود في هذه الاستراتيجية يشرح كيف أن العالم قد تطور كثيرا في السنوات السابقة في حماية الأطفال في الكثير من الواجهات، حيث أنه يوجد زيادات مرحب بها في تسجيل الولادات وكذلك تخفيف حماية الأطفال والزواج المبكر وكذلك ختان الإناث. ولكن عند احتفالنا بهذه الإنجازات فنحن واضحين تماما بالتحديات التي أمامنا، فإن أثر كوفيد-19 سيضع أعمالنا كلها وإنجازاتنا في خطر. إن الأدلة الموجودة في هذه الاستراتيجية تذكرنا بأنه الكثير من الأطفال ما زالوا في حياة لا توجد فيها حماية ممنهجة والذي يحتاجونها ويستحقونها. نحن أصلا نتوقع بأن يكون هناك زيادات كبيرة في أعداد زواج الأطفال وعمالة الأطفال والبنات الذين يخضعوا لختان الإناث مع أمثلة أخرى، ويجب أن نرفض ذلك تماما. إن اليونيسيف إن استراتيجية حماية الطفل اليونيسيف تعطينا إطار عمل استراتيجي حتى نواجه هذا التحدي، لأنها تدعو لكل قطاعات المجتمع وليس فقط الحكومات بأن تعمل سوية وتستثمر سوية لمنع الطفل العنف ضد الأطفال، وهذا يعني توسيع خدمات الرعاية الصحية الاستجابية والوقائية وكذلك منع العنف وكشف الحالات والتي يتم توفيرها جميعا على المستوى المجتمعي، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية، وهذا يشمل ضمان الوصول العالمي إلى المدارس الآمنة، وخاصة بأن أنظمة التعليم تعاد فتحها بعد جائحة الكوفيد-19، وكما تتضمن وضع حماية الطفل في صميم خططنا الاقتصادية وأولوياتنا عندما تستمر الدول في محاربة الفقر ضمن حدودها وتبدأ بإعادة بناء الأنظمة التي تحطمت بسبب الجائحة. ولكن عملنا أيضا هو بتغيير العقول في عائلاتنا وأسرنا ومجتمعاتنا. إن التطور على العنف يعتمد على أن نقوم ببعض التغييرات الأساسية في العرف الاجتماعية والسلوكيات والتصرفات وخاصة تجاه النساء والفتيات. لا يمكن أن نقبل عالما فيه العنف واقعا للملايين من الأطفال والنساء بعيدا عن الأمان وعن الفرص حتى يكبروا ويتعلموا ويزدهروا.
تحمي كل طفل من الأذى. هذا ليس هو الحد الأدنى أخلاقيا في كل مجتمع، وإنه يمثل الطريق الوحيد حتى يكون هناك مستقبلا صحيا وآمنا وأفضل للأطفال والعالمين. أنا متحمسة لأنا بأن الحماية مهمة كبيرة في استراتيجية جديدة تماما أيضا، وبذلك أنا أدعو لجميعكم وجميع القطاع حماية الطفل وكذلك القطاعات الأخرى أن تضم أيديها سوية بمعالجة الجذور للأذى للأطفال. شكرا إلى مس فوريلي التي أخذت الوقت لعمل هذا الفيديو ومشاركتي مع هذه الكلمات الملهمة. لأعطي الكلمة إلى هاني اللي هي بعض النقاط حول المتحدثين. شكرا جزيلا لك. أريد أن أدعو الآن المتحدث، كلهم موجودون اليوم مع فريدة، دكتور روتكاتسكي، سانتي، ستيلا، أن كين وزملائي. يمكن أن يعثروا على الجميع هنا على المنصة لكي نبدأ. زملائي الآن تم إيجادهم، سأبدأ. أدعو الجميع لكي يقدموا أنفسهم لنا. نبدأ. فريدة، 23 سنة، ناشطة في ستوكهولم وفي السويد، وهي لاجئة من الكونغو وعاشت في كياكا. هي مستوطنة اللاجئين، خسرت ولدها في حال السنة الثامنة وأصبحت هي بدون زوجها. أعطى هي المحكمة الحماية. فريدة، هل أدعوك تحدثي قليلا أيضا عن عملك، وما هي الموضوع الذي تريدين اللي هي الوقاية من حماية الوقاية من ضرر بالأطفال؟ هل يمكن تعطينا بعض الأفكار؟ تفضلي، كلمة لك فريدة. صباح الخير جميعا، مساء الخير. كما قدمني أنا من جمهورية الديمقراطية كونغو. تاكاكول ليس أنا من أيضا من يوغندا، من اللاجئين. قبل أن كنت أن أكون لاجئة من دولتي، قدم من دولة النزاع، خسرت أمي وفي نفس الوقت أصبحت طفلة متزوجة وأنا بسن صغير، وعشت في منزلي العزيز وزميلي، وأردت أن أعيش مع عمي. لهذا كنت هناك إساءة، وكنت دفع بي لكي أتزوج. لقد ابني كان 15 سنة وعاش في هذا الوضع. هذا كنت أنا مسيئة عندما كنت طفلة، وأردت أن ينتهي هذا الوضع، وأردت من والدتي أن تعود لكي أعود إلى المدرسة مرة ثانية. ومرة ثانية النزاع هاجمني، حيث قتل أبو ابني. أنا 17 سنة، أصبحت أرملة، وأصبحت الآن في المخيم اللاجئين، وأصبحت عملت مع مجموعة الرؤية. وكأنا لاجئة قررت أن أعمل في حماية منع ضرب الأطفال، وأن يتكلم الأطفال من خبراتهم. أردت أن أعمل في هذا الشباب الذين دخلوا في هذه الخبرة واختبروها، خاصة الأعمال التي تضر بهم الأطفال. عملنا أعمال عديدة حول حماية الأطفال، وعملت مع الشباب في المجتمع لكي أقيم نحن مجتمعنا الخاص بنا. أعطينا
التدريب والرعاية بالنفس، ونستخدم نحن خبراتنا الخاصة بنا لكي نعطيهم الأمل في المجتمع. واليوم وأخيرا الأمل هو الذي نحن نجلبه إلى المجتمع لسد الفجوة للمجتمعات المحلية وعلى المجتمع الدولي أيضا. وشكرا جزيلا، شكرا لمشاركتنا كل هذا. والآن المتحدث الثاني دكتور ريتكاتسكي، وهو مدير العالمي للحماية الاجتماعية في البنك الدولي لحماية الفقراء والمستضعفين، لوجود أيضا الحماية الاجتماعية. ريتكاتسكي، أنا آسف لم أهجأ الاسم. روتكوسكي، أريد أن أدعوك الآن تقول لنا قليلا عن نفسك وعن عملك وبعض الأفكار حول الموضوع لمنع الضرب الأطفال. شكرا هاني، وشكرا جميعا بالتفكير بالبنك العالمي الدولي وأن تفكر به والحماية الاجتماعية في هذا القطاع وفي السياق التحالف هذا في حماية الأطفال. أنا أتشرف أن أتكلم اليوم. عملنا الكثير من الأعمال حول الأمور الحماية الاجتماعية وخاصة المساعدة الاجتماعية، والكثير من العمل هو الوقاية، وخاصة بالنسبة للمشروع الاجتماعي الذي يركز على الاستثمار فيه خلال سنوات، وهذه القوة في التي عملناه خلال حياتنا. أعتقد أن الحماية الاجتماعية بشكل عام هي المساعدة، هي ازدادت بشكل كبير خلال الجائحة، وهي مهمة جدا في التعامل مع الجذور الأسباب، وخاصة في سياق الدول الهشة والتحالفات الهشة. وأيضا وضعنا نحن بحوثنا في الموجودة بشكل كبير بشكل افتراضي بالنسبة للذين يعيشون في الفقر، وخاصة في الأماكن الفقيرة جدا، والذين الآن يعملون للنمو والتطور الإنساني. لأن هناك اختلافات بين حماية الأطفال وخاصة في الوقاية وحماية الأطفال. هناك ثلاثة مجالات: الأول الحماية، الثانية هو ترويج الوصول إلى جميع الخدمات، ليس فقط إلى التغذية وهي التعليم أيضا، وثالثا دعم الأطفال مع ذويهم وعائلاتهم. هذا الثالثة في الأمور الذين يعيشون في هذه الظروف الضعيفة، هي في دائما نفكر فيها في هذا السياق، ونحن خاصة للأطفال. وبالنسبة لهذا السياق أريد أن أقول شيئا أعتقد أنه مهم، أن نرحب في التطوير بين المساعدة الإنسانية وأيضا الخدمات التي تقدم للحماية الاجتماعية. تاريخيا دائما هذه المجالين التركيز يكون مختلفا، الإنسانية تكون هو طارئة، والحماية الاجتماعية هي للتطوير وهي لبناء المقدرات الاجتماعية طويلة الأمد. هذا أيضا خاصة خلال الجائحة التي أرانا أن هذا ليس لديه قيمة الآن، وخاصة 2016. والتعاون بين المساعدة الإنسانية والحماية الاجتماعية هي مهمة جدا لثلاثة أسباب: أولا لتقوية كل الأدوات الموجودة خاصة الخدمات، وخاصة في الإنذار المبكر، ومن جانبنا الحماية الاجتماعية التسجيل والتعريف والمنصات التي رأينا فيها نموا مضطردا في السنوات الأخيرة. وفي الدول التي لديها هذه التسجيلات الاجتماعية لقد طورت هذه المنصات خلال الجائحة، لقد استفادوا من هذه الأمور.
وخاصة للنشر المساعدة والبرامج، وخاصة في الأماكن الحضرية وللأطفال، وأيضا يكون هناك تغذية كافية. وأيضا من المهم هو بالنسبة للجهود في التعليم، نريد أن نعمل سوية لتقوية هذه الفعالية في المصادر يقدمونها. شكرا لدعوتكم لي البنك الدولي في هذا العمل، لهذه قمة حماية الأطفال. شكرا لدعوتي. شكرا مايكل. المتحدث الثاني أريد أن أقدمه الدكتور سانتي من مجموعة حماية الأطفال. آسف لم أهجئ. سانتي هي مديرة تحقيق سكابا للمعيشة في سانتيا، وهي أيضا مساعدة لمجال السكان ومساعدة القطاع في جامعة نوفيسا. سانتي أدعوك تحدثي قليلا عن عملك، وأيضا أفكار حول وقاية الضرر بالأطفال. شكرا هاني، شكرا جميعا، مرحبا جميعا. أعلم قليلا ما أعمله. أنا أدير هذه كابا، هذه المجموعة 40 شخصا، أكثر من 40 شخصا يعملون في هذه المؤسسة. مع الجميع، مع فريقي أيضا، نعمل 5 أشياء: البحث، ونعيد هذا البحث إلى مبادرات سياسية، نتابع الناس في السلطات لاعتناقها ولتنفيذ هذه التوصيات في هذه المجالات. أولا المساعدة التقنية على الصعيد الوطني والمحلي، وثانيا مساعدتهم في عمل برامج والأمور الرياضية والحلول المقترحة لنا، وأخيرا نبني تحالفات مع منظمات أخرى التي تعمل خدمات على الأرض، لأننا لا نستطيع أن نفعل كل شيء، ونحن نتعاون مع منظمات غير حكومية مختلفة، ونبني تحالفات مع منظمات غير حكومية لتخفيف الخدمات، لأن العمل في هذه المواضيع مثل هذه قد تكون تجعل يجب أن تتصل مع نفسك. ونعمل أيضا كثير من الذين لديهم حملات مع منظمات التي حشدت الضغط على العموم ضد الحكومات، وهذه الأجندة المساعدة في الحماية والتسجيل. ما قاله زميلي أهمية أن يسجل الجميع، وأن يكون لديهم التوثيق المناسب، وأيضا الإعلام الحكومة الإندونيسية وخاصة مع وزارة العدل. هاني، أخيرا أعتقد قد أهنئ الجميع الذي كتب ورقة هذه الورقة اللي شاركنا اليوم. وأعتقد عندي هو في وضع هذا العمل وقاية، يجب أن يعمل على مرحلتين، على صعيدين، يجب أن يظهر بشكل كبير ونرى هي النتائج التي ستحدث. أريد أن أعرض شيئا كان يزعجني خلال الجائحة، وأعتقد هو أن نبقى هو غير موجودة في المباحثات حول الوقاية، وهي بالنسبة للأمور المحلية والمشاركة والوقاية من الضرر. هو ليس شيئا فريدا للدولة، وفي القطاع الثاني خلال هذه الكارثة هي عالمية، تؤثر على جميع الدول في نفس الوقت، على الجائحة على سبيل المثال. وعندما يأتي هذا بالنسبة للشركاء، ما هي يعملون خلال الكوارث، من يساعد من، وهم هي الأمور وقاية عالمية بالنسبة للاندماج وبالنسبة للعدالة. هذا هي أفكارنا، أفكار عميقة. شكرا للأسئلة.
الجميع، لا أحد يمكن أن لديه الأسئلة، أجوبة على الأسئلة، ولكن هذا الأسبوع يساعدنا أن يكون قريبين من الإجابة لهذه العوامل أو للأسئلة التي طرحتها. هذا سيكون، لن يكون طويلا، سيكون هناك مناقشات عظيمة. شكرا سانتي لأنك أنت انضمنت الآن متأخرة ليلا. والآن المتحدث سيدة ستيلا دونكو، وهي الحقوق الحماية السياسة الاجتماعية للأطفال، وهي شراكة للعنف ضد الأطفال، ووجدت في وضع حد للعنف التي هي عملت هذه الشراكة الأفريقية لوضع العنف ضد الأطفال. أدعوك تكلمي لنا عن أعمالك وبعض الأفكار حول الوقاية، وشكرا جزيلا لك. شكرا، صباح الخير، مساء الخير. أنا سعيدة أن أكون هنا، وخاصة أن أركز على موضوع هو الذي أحبه هو الوقاية. هاني كما قال أعمل مع شراكة عالمية لوضع العنف ضد الأطفال، وهي أمر قطاعات متعددة في هذا المجال وأصحاب المصلحة لبناء للوقاية والاستجابة لوضع النهاية ضد العنف ضد الأطفال، ويكون مركزا لهذا العمل الذي نعمل بها. أريد أن أقول من جانبي هذه الحركة وبناء الحركة التي عشت وعملت منذ أن كنت 13 سنة من عمري، ودوري في الحركة هي إعلام حول الخبرات الشجاعة التي خاصة ما حدث في الكونغو نتيجة النزاع التي حدث في هذه الدولة. ولقد كنت باحثة في هذا الموضوع، وواجهت وجه لوجه حول وقاية النتاج الصراع، نتاجة النزاع، وكيف الفتيات لم تذهبون إلى المدارس بسبب قلة الخدمات والتعقيمات والنظافة الشخصية. كان خبيرة في هذا الموضوع في كيف يأتي إلى هذه بناء هذه الحركة، هي جزء من ما كنت أعمل به، ولدي خبرات وكيف نحن بنينا على هذا تدريجيا بالتحدث حول الوقاية والمواضيع المهمة اليوم. الآن نحن ننقص هذه الفجوة، نتذكر حول أن الأمور التي الآن لا تعمل، ما الذي يجب علينا أن نفعله لأن وضع حد لهذه الأمور التي تحدث. هذا بالنسبة لي، هذا فهمي ما الذي نحن سنتحدث عنه، وأمل خلال هذا الأسبوع أن نأتي بحلول. ولكن على الصعيد القومي العالمي بالنسبة لنا هو أمر مركزي يجب أن نوقفه الآن، بدلا من أن ننتظر هو محاربة النيران. يجب أن يكون هناك حلول ملموسة، هذا دائما نفكر به، ويجب أن نركز عليه اليوم وأن نفكر عن أن نوقفه في المستقبل. نحن الآن نحن في قلب الغابة، من المهم أن نقف وأن نوقفه الآن. أنا سعيدة أن أتحدث أمامكم، وشكرا لكم. شكرا ستيلا. أن الغابة التي ذكرتها وهذه البيئة هي دائما هي أن نقف بشكل قوي، وخاصة ما يتعلق بالأمور الإنسانية. بعض الأحيان نحن نكون عالقين في الاستجابة إلى الاحتياجات الطارئة، وخاصة الأطفال هم انعزلوا عن أهاليهم، وبعد ذلك نقف ونقول أن الوقاية قد تكون ممكنة ونحن نراقب. أخيرا وليس بأخيرا، هو باحث في حماية الأطفال في التحالف، وهو في نظام الحماية للأطفال بين الأنظمة الرسمية وغير الرسمية، وهي في التقوية والابتكار في المجتمعات،
والتحديات والمشاكل. وكان هو بضع كيلومترات مني في نيروبي، حيث أنا في نيروبي. كان أريد أن أدعوك لكي تتكلم قليلا عن نفسك وعن عملك وبعض الأفكار حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا هاني، اسمي كين، أنا باحث في تقوية الأطفال في هذا الفريق. أنا سعيد أن أكون جزء من هذا الاجتماع العالمي. لقد الحماية هو مركز وأساس للتدخل والمجتمعات ومقدراتنا والمعرفتنا والنظام أن يستطيع كل ذلك التعرف على المشاكل التي تؤثر على أطفالهم. لذلك أنا سعيد نتحلم حول الحماية، لأنه أنا لي حماس كبير حول كيف نعمل نتواصل حول قطاع حماية الأطفال، ويكون ممكن أن نثق المجتمعات أن تعالج هذه الأمور التي تعالج بالنسبة للأطفال، والنثق بالمجتمعات والمقدرات التي تؤثر لوضع حد للعنف ضد الأطفال، التدخل الأساسي في السؤال الذي نحن نريد أن نجاوب عليه، ما المجتمعات ودور المجتمع في حماية الأطفال، هل هو متلقين فقط في حماية هذه العالمية في هذا القطاع العالمي، أم هم شركاء في عملية معالجة المواضيع حول حماية الأطفال في مجتمعاتهم؟ أحد التدخلات الريادية في هذا الموضوع رأنا أن المجتمعات لديها القدرة والمعرفة والمهارات أن يستطيعوا التدخل فيما يتعلق بالأطفال، والمجتمعات أيضا بالنسبة لنا لحماية الأطفال نحن خبراء ونعمل في هذا الموضوع. نريد أن نختبر ثانيا، سيكون حماية الأطفال هناك خبراء، هناك الكثير منهم في المجتمعات يعملون في مجال حماية الأطفال. المجتمعات يجب أن تتعرف، والأطفال أن يجدوا هذه النشاطات كيف معالجة هذه المسائل لكي تقوية أنظمتهم التي يسهلونها ويعملون بها، وتسهيل هذه المجتمعات إلى الطريق الصحيح. عندما نتعرف هذه من خلال المجتمعات ونقرر أين ومتى أن نحمي الأطفال. أنا سعيد أن أكون جزءا من هذه العملية، وأنا سعيد أن نتحدث الآن عن تدخلات أخرى حول الحماية، وآمل أن أشارككم، يكون هذه الاجتماع ذو قيمة في حماية نظام الأطفال. شكرا جزيلا هالي، أنا سعيد أن أكون معكم اليوم وفي هذه المنصة. شكرا كين، سيكون عظيما، يكون ممكن أن تحرك الكمبيوتر لكي نستطيع أن نراك بشكل أفضل، لأن نرى ظلك فقط، لا نستطيع أن نراك بشكل جيد عندما يكون الضوء خلفك. عظيم، شكرا جزيلا، أنا لدي الشرف أن أدير هذه المواضيع المختلفة فيما يتعلق أين نعمل وأين موقعنا وما يتعلق الموضوع الذي نعمل عليه. وأيضا ميكالا قالت زميلتي، نتأكد أن نجرب كل هذه القطاعات التي تعمل لحماية الأطفال، الحماية الاجتماعية على سبيل المثال، ونتأكد ليس فقط أن نعلق في القوقعات بالحماية فقط، يجب أن نوسع هذه نظرتنا والقطاعات المدمجة في هذه للحماية، نتكلم عن الوقاية للحماية وما إلى ذلك. لدي العديد من الأسئلة، سؤالين لكل متحدث، سأسأل السؤال الأول واحد واحد للجميع المتحدثين، من الجيد أن يبقوا 90 ثانية فقط للإجابة على هذا السؤال، سيكون لدينا وقت أيضا للأسئلة والأجوبة. سأعود إلى فريدة،
المتحدثة الأولى فريدة، ماذا ترين دور الشباب في منع الضرر بالأطفال وخاصة في المخيمات وفي النزاع وفي المواقع الهشة والضعيفة؟ شكرا يا مدير الجلسة، لقد كانوا يحاولون أن يعيشوا ويعمل بشكل كبير كلاجئين شباب، نعيش ونريد أن نتغير حياة هؤلاء الذين نحبهم في المجتمعات التي نعيش فيها. نستخدم خبراتنا وأصواتنا للتغيير، وخبراتنا الخاصة بنا وضعفنا ومقدراتنا هي تقود عملنا. هذا من المهم أن نعرف هذه العمل الجماعي للأطفال في حماية الأطفال. بالنسبة لمجموعة العمل هذه للوقاية من ضرب الأطفال، نحن ندعم وتقوية الشباب وخاصة الفتيات الذين خرجوا من المدارس، وأيضا بالنسبة للتعليم، وأيضا نتدخل العائلات لكي لا يزوجوا أطفالهم بشكل مبكر. نحن يجب على الأم أن تفهم تماما ما الذي تحتاجه، وبعد ذلك أن يجدوا طرق لمساعدتهم. نعمل لنبقى الفتيات في المدارس، عندما يذهبون المدارس يتكلموا إلى الأطفال لكي يقبلوا، خاصة من هؤلاء الذين من الحوامل الذين خرجوا من الأطفال. نحن لدعمهم وفي التدريب ونساعدهم أن لا يفقدوا الأمل. وأخيرا نعمل مع الأطفال لدعم الصحة العقلية وإعطائهم الخدمات وعدم التمييز بما بينهم. هذه تدريب الأطفال يكونوا متعلمين وأن لا يتخلفوا عن مدارسهم، وأن يكون لديهم معرفة حول مستقبلهم، ولكي يعلموا. ونعطيهم التدريب. وشكرا جزيلا لك، شكرا فريدة على هذه الانعكاسات المثيرة. الدكتور لوكاسكي، ما هو دور الحماية الاجتماعية في هذا النظام للجذور الأسباب في ضرب الأطفال وخاصة في الدول الهشة؟ ألا هنا نبدأ بالوقاية. دورنا هو لترويج الوصول إلى الخدمات، ليس فقط التغذية والتعليم فقط، الترويج للوصول، التطوير هذه الخدمات هو مهم جدا أن تكون موجودة وأن تستخدم. ثانيا، خلال هذه السياق أن يكون هناك حماس وإحفاز لاستخدامها. هناك مناقشة التي نحن نعمل بها عندما يكون لدينا هناك أمور، هل نحن نضع الأمور الشرطية متعلق بالأطفال للذهاب إلى المدارس ولفحص الطبي للأطفال؟ نحن نرى بشكل ازدياد للخدمات، هل هي موجودة؟ وهي إذا كانت هناك حملة للمعلومات مناسبة قد لا تكون نحن بحاجة. نبتعد عن الشرطية الغير شرطية إلا الشرطية، فقد يمكن مناقشة هذا إذا ما كان هناك الوصول إلى هذه الخدمات. ثانيا، كل ما نفعله حول الحماية ضد الفقر، نحن بالنسبة للحماية الاجتماعية العالمية تبدأ من الأشد فقرا. نحن نستهدفهم، يجب أن نبدأ بالأكثر فقرا. وفي هذه هناك تحالفات متسلسلة، والعائلات في الفقر ندعمهم ونريد أن ندعم. هي المنح العالمية للأطفال في هؤلاء الأطفال. وأخيرا، ما الذي أريد هو التحديات، دور الحماية الاجتماعية في النزاع والأمور الضعيفة والهشة. هذه من الأمور الأساسية اللي هناك يكون نظام مبكر، إنذاري مبكر يجب أن نفعله سويا بين الوكالات الإنسانية والحماية الاجتماعية ومزودينها في هذا الموضوع. وشكرا جزيلا لكم. شكرا
النقطة التي أنت أثرتها الوصول إلى الخدمات يذكرني عملت في الكونغو لبعض الوقت حول البحث في الوصول بعكس هو الوصول لكون أقوياء، ليس فقط أن نعمل الخدمات متوفرة ولكن يجب أن نتأكد أن يمكن أن نصل إليها من وجهة نظر المجتمع. قد نحن نعلم أنها موجودة ولكن المجتمع لا يعلم. بعد سنوات هو الفيضان، لقد وقف هذا الطريق على الرغم من البعد ولا يوجد هناك الوصول إلى تلك المساعدات. هناك موضوع هو المنح الأطفال العالمي، هذا مركز أساسي في هذا الاجتماع، الوقاية الأساسية على صعيد المجتمع. عندما نقوم نعرف هذه كيف نعالج هذه بعض العوامل الأساسية لوقاية ضمن الضرر على صعيد المجتمع، ولا يوجد هناك أي أسف حول هذه الأمور لأن هناك فوائد قد نحن نحصدها. سأعود إلى سانتي الآن. سانتي، كيف يمكن أن نتأكد أن الحماية المساعدة خاصة في الأماكن الضعيفة يمكن الاستجابة للضرر الذي تم فعله فعلا؟ الآن سأتحدث حول خبرتي أنا القليلة من إندونيسيا، آسف على هذا. أأمن أن الشيء الأول ونتفق عليه ما هو الجذور الأسباب لهذا للضرر، مثلا ما تحدث في الصحف. أنا أأمن أن جذور الأسباب للضرر هو الأمور هي العزل هذا التسلسلي، وهي مسؤولية مثلي أن نضع البرهان الذي يمكن أن نزوده للحكومة ونعطيهم هذه الصورة كيف يحدث الضرر، ولكن ما يحدث فعلا على الأرض ينتج عن أو تم من خلال نتيجة الواقع الاقتصادي. نزود هذا البرهان، يجب أن نعترف هناك ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى العزل، لأن الأطفال الضعفاء لا يصلون إلى الخدمات الأساسية، التعليم والتغذية والحماية الاجتماعية، السكن، وكل هذه الأمور الأساسية للمعيشة. والطبقة الأولى هي بسبب الفقر والانعزال وعدم التنقل، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية، تخيل مجتمعك وليس لديهم مشاكل في الوصول إلى خدمات، ما يجد هناك عدم على الصعيد المحلي التمييز وأيضا مقدرات هذه الخدمات. دائما الأطفال والأفراد يتعاملون الخدمات المسؤولية، لا يستطيعون معالجة هذه الاحتياجات الخاصة للأفراد المنعزلين. والطبقة الثالثة، ليس لديكم أي مشاكل أبدا في الوصول للخدمات وكل شيء هو متوفر، سيكون لك الأطفال من المضعفين وتم التمييز ضدهم، وله هناك الأمور الجندرية، العمر، المقدرات، الدين، الطائفات، العرق. إذا ما رأيتم هذه الطبقات فوق بعضها البعض، عندما نتحرك إلى مرحلة الوصول قد نفعل بشكل أفضل. كبرهان ممكن نظهر هنا بيانات على مراحل السكان بالنسبة لعدم التمييز والأمور المواقع الجغرافية، وعندما الآن إلى الأسفل البرهان يكون أكبر وأكبر. نتأكد أن نرى هذه البيانات، ويجب أن تكون أيضا هذه البيانات يكون فيها مصداقية أكثر، وهذا كل ما لدي أنا هاني. نعم، هذا الموضوع بشأن الاستثناء المؤسسات الهيكلي هو مهم تماما، ومن السهل أن ننسى ونغفل عنه لأنه نحن في العالم الإنساني ندخل
وننظر إلى الأمور بشكل موجز وبسهولة. يمكننا أن نغفل عن هذه الأمور الهيكلية التي فعلا يمكن أن تعيق العمل الذي نقوم به، مثلا موضوع الجودة التي ذكرتيها أيضا في العمل الذي قمت به أنا في الوصول والتوفر. إذن ما المجتمع ينظر إليه بأنه جودة فعلية هي مختلفة تماما عما نحن كلنا نظنه بأنها عناصر الجودة. وإن لم تضموا ذلك في تصميم برامجكم فقد تظنون بأنكم قد خلقتم شيئا سهل الوصول إليه ومتوفر ومن جودة جيدة، ولكن في الحقيقة فإن الشعب لا يمكن الوصول إليه لأنه لا يعتبر بأنه من جودة جيدة، لأنهم ينظرون إلى الجودة بطريقة مختلفة عن نظرتنا نحن. شكرا كثيرا لهذه النقطة. الآن أود أن أسألك عن موضوع المبادرات التي تقودها المجتمعات وباسم خلفيتك في هذه المبادرات، ما هو دور المجتمعات في تحديد الجذور للأذى ضد الأطفال؟ الإضاءة الآن أفضل، أشكرك لذلك. شكرا هاني. أنا الحقيقة في الميدان لذلك عندي مشكلة في الإنترنت والاتصال، أنا لست في نيروبي، لذلك رجاء أن تصبروا معي. شكرا لهذا السؤال. بالنسبة لي النهج التي تقودها المجتمعات، تجمدت الصورة. أعتذر، الصورة. نحن غالبا نرى مجتمعات بأنها مركز المشاكل وكل شيء آخر سلبي الذي يحصل للأطفال هو بسبب المجتمع والأعضاء المجتمع ويسيره المجتمع، وغالبا لا نقف بعيدا وننظر إلى النقاط الإيجابية لقيمة المجتمع. وبذلك بالنسبة لي إن المجتمعات تلعب دورا مهما للغاية في المبادرات، ويجب أن نعطيها الفرصة لأن تقود المبادرات التي أحيانا تيسرها العوامل الخارجية عندما نضيف القيمة. تجمدت الصورة. إن المجتمعات يمكن أن تأخذ القيادة في مبادرات وفعاليات حماية الطفل، وهي من أهم الأدوار التي تلعبها المجتمعات في الإجراءات التي تقودها المجتمعات. والسبب في ذلك هو أنهم عندهم العلم والمعرفة والخبرة ويعرفون موضع الأطفال في المجتمع، هم أيضا ما يملكون الأنظمة الحماية الموجودة ضمن المجتمع، وبذلك ويمكن يعرفون كيف يمكن أن يعزز ويقوى هذه الأنظمة، ولكن يجب أن يقوموا هم بأخذ زمام المبادرة عند المداخلة. شكرا هاني، شكرا كثير كم، ومرة أخرى شكرا لانضمامك إلينا بالرغم من كل الصعوبات. أنا سعيد تماما لأنك أيضا قد طرحت النقطة المهمة للغاية والمصطلح المهم، وهي التيسير، لأنها أساسية بطريقة كنا ننخرط بشكل تقليدي مع المجتمعات، وقد لا تكون دائما بأن نكون كميسرين وإنما بدور فاعلين إنسانيين مع القوة والمال، وهم يحاولون بشكل أساسي نحاول أن نتحكم بما سيحصل، ولكن ربما الحلول موجودة ضمن المجتمع بحد ذاته كما قلت. والآن ننتقل إلى ستالا. ستالا، ما برأيك يجب أن يحصل من ناحية المناصرة حتى نضع الحماية في أعلى أجندة الأعمال؟ وبسبب خبرتك في أفريقيا ومنع العنف، تفضلي شعر بالحرب أن تتحدثي عن ذلك في سياق أفريقيا أو في سياق العالمي، يعود الأمر لك. نعم، شكرا كثيرا هاني وأشكر الجميع. لقد سمعت الكثير ما قاله زملائي الآن، ولكن حتى أبدأ من وجهة نظر أنه المسؤولية، عندنا مسؤولية لحماية الأطفال، ويجب أن نقر بأن حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف مهما كان نوعه هي تقع على عاتق الحكومات، والحكومات عندها واجب بأن تلتزم وتتأكد من تحقيق هذا الحق.
سواء كان ذلك في طوارئ أم لا. هناك نهج عادة للحكومات بأن يبتعدوا عند الحالات الطوارئ، ونحن عندنا كفاعلين إنسانيين دورا، وكذلك أن نكون أصحاب مصلحة في منع العنف. عندنا مسؤولة بأن تكون الحكومات هي المساءلة، هذه هي واجبتنا الأصل. يجب أن نكون في الخط الأساسي في العمل، وعند الحكومات الواجب بأن تحقق وتفي التزاماتها. ولكن حتى تكون الحكومة قادرة بأن تقوم بذلك، فإن دورنا في منع العنف خاصة في السياقات الإنسانية يجب أن تكون مركز الحوارات. أولا بأن نتحدث عن الموضوع بأنه نحن في السجون نتحدث عن هذا الموضوع، وإن استمرنا في رفع هذا الموضوع فإن الحكومات ستستمع إلينا. ويجب أن يكون هذه الحوارات مدعومة بالأدلة، لا يمكن أن نقوم بالتغيير إلا إذا كان عندنا أدلة، وهذه الأدلة تبرز من المجتمعات. مثل ما كما قال سانت الآن، تصوروا أنه يوجد لدينا المجتمعات حيث أننا يكون عندنا وثيقة عما ينجح وما تتوقعه المجتمعات وما تجاربها وما هي تجارب الأطفال، ونحضرها إلى واجهة لأصحاب المصلحة في الحكومة حتى يرون ما هي الأمور التي يجب أن ندعمها كأولوية. أما النقطة الثانية هي أنه عندما نكون قد أعطينا الصورة وعي الأدلة التي خلقناها، فالخطوة التالية أن نستخدم هذه الأدلة حتى ندفع الحديث باتجاه العمل على أساس الأدلة التي زودناها، ويتضمن ذلك الحديث عن الاستثمار في هذا القطاع. هذا لا يحصل، وإنما يجب أن يحصل ويوضح ذلك بأن نرى ما قام به أصحاب المصلحة، حتى أولئك الموجودين في المجتمع، ما هي الحركات البسيطة التي بدأت أن تظهر عما نجح، ونستخدم الممارسات الواعدة والأدلة حتى نتمكن من تفعيل هذا العمل. أما النقطة الأخيرة هي ضمان العنف أو منع العنف في السياقات الإنسانية، تكون مركز العمل الذي تقوم به الحكومة على المستوى العالمي. على المستوى العالمي نحن لا نشجع الدول أن تخطط عملا لخطط للعمل التي تحمي العنف ضد الأطفال. كما أعلم بأن التحدي الذي أمامنا هو أن كل هذه الخطط لا تتحدث مع بعضها البعض، إذن يجب أن ندمج كل هذا العمل في سياق السياقات الإنسانية ضمن المنظمات والأساس الكبير لمنع العنف، ونتحدث مع الحكومات بحيث أن تلك السياسات تدخل في الخطط الوطنية للتنمية. هنا توجد الموارد والتمويل حيث يمكن أن تخصص وتكون أولوية لهذا العمل. إذن دورنا للمناصرة يجب أن يكون له علاقة بأن تكون الحكومات مساءلة بالنيابة عن الأطفال، وندعم ونجعلهم يبرزون ويضحون لنا كيف أنهم يضعوا آليات لتنفيذ الالتزامات التي قاموا بها، وبذلك نضمن أيضا بأنه يكون هناك دمج لمنع الوقاية بشكل ممنهج ضمن السياقات المختلفة وضمن سياقات التنمية العامة بشكل أساسي. هذا كل ما لدي. نعم، لقد قلت الكثير. حتى عندما نتحدث عن موضوع الأدلة والإثباتات، أن يكون عندنا إثباتات قوية للمناصرة بشكل أساسي في موضوع حماية الطفل. عندنا مشاكل في خلق أدلة قوية وكافية نستخدمها للمناصرة، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك المنع بطبيعته هو أصعب أن أحصل الأدلة بشأنه. لذلك بأن يكون هذا عنصرا علينا أن نتعامل معه، وهو مهم للغاية ويجب أن نعمل به بشكل ممنهج حتى نبقي ذلك في أعلى جداول أعمالنا. والآن أشكر أعضاء اللجنة، سيكون عندي دورة أخرى من الأسئلة، وأتمنى بأن تكون أسرع. أدعو الجميع بأن يحاول أن يقيد الزمن إلى دقيقة واحدة فقط، حتى لو أنني أود أن أعطي التعليقات، ولكن سأمنع نفسي من التعليق. Back to Farida. السؤال الأول لفريدة،
ما يمكن للفاعلين في حماية الأطفال، أي المجتمع هنا يمكن أن يقوم به في منع الأطفال للأطفال الأصغر بالعمر في وقت الكوارث. شكرا هاني. أظن يجب أن يستمعوا إلى الأصغر بالسن وأن يعملوا معنا. حان الوقت لأن نسمع وأن نرى الشباب كعوامل للتغيير، وأن نرى قيادتهم وخبرتهم التي يحضرونها معهم بسبب خبراتهم الخاصة بهم. إن التواصل يمكن أن يقوم بالعجائب. أنا أؤمن بالحلول المجتمعية. غالبا الفاعلين الإنسانيين كالمنظمات غير الحكومية لا يمكن أن تكون في المجتمع في عطل الأسبوع أو في الأمسيات، ولكن الشباب موجودين ويعرفون الشباب ويعرفون الخبرات وينظمون أنفسهم لدعم وحماية الأطفال الذين في خطر. حان الوقت لأن نعمل معهم وندعم الأطفال والعمل الذي يقوم به الشباب لحماية الطفل والشبكات التي يستخدمونها لتزويد ذلك. مثلا اللاجئين الشباب القادة الذين عندهم خبرة في المناصرة قد أتوا سوية لتشكيل شبكة عالمية للاجئين، وهي منظمة تقودها اللاجئين الشباب وتعمل لدعم مجموعات مثل فيجن التي تتواصل مع المستضعفين والمهمشين حتى يعيشون بكرامة وفيها فرص لتحقيق إمكانياتهم، وهي بشراكة معنا لدعم الشباب والآخرين لحماية الطفل في على المستوى المجتمعي. شكرا. شكرا هاني. شكرا كثيرا دكتور روتشكوفسكي. كيف يمكن لفاعلين ولاعبين حماية الأطفال يمكن أن يعملوا بشكل ممنهج أكثر لحماية الأذى للأطفال؟ ما هي التحديات والفرص التي تراها؟ نعم، كما ناقشنا فإن الكارثة أعطتنا الفرصة لأن نزيد التعاون مع شبكات حماية الطفل. أرى بأن الكارثة قد تركت الأطفال تحت خطر بسبب عدم قدرتهم للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم، وبعضهم بات يتيما أيضا، وبسبب الوفيات الكبيرة للبالغين في الجائحة، وكذلك كان هناك الإساءة وزواج الأطفال، وكذلك الإساءة في المنزل بسبب الجائحة. لذلك أنا أبرز ما نقوم به وهو نموذج رعاية التمويل الإضافي والتي تعمل مع وكالات حماية الطفل. إن هذا النموذج النماذج الأولى لنقل التمويل، فهي تقوم بوجود منازل قابلة للكلفة، وهذا ما كنا نستهدفه. ولكن في الدورة الثانية فإن الأدلة التي أتت من منطقتنا أعطتنا أثرا كبيرا لنقل التمويل على زيادة الوصول إلى التعليم والصحة وتخفيف الفقر. ولكن ما نراه أيضا وهو أساس ما أود أن أقوله، ولكن هو الأكثر أهمية، هو أننا نرى بأنه عندما نجمع المال مع الرعاية بصيغة دعم الآباء وبشكل خاص، فإن هذا يؤثر بشكل أكبر بكثير. وقريبا مررنا بموجة من التقييمات القوية في كولومبيا والمكسيك ومدغشقر، وهذه التقييمات أرتنا بأن إضافة دعم الآباء مع نقل الأموال أدت إلى آثار كبيرة ملحوظة في تطور الطفل وتنمية التطور هذه فيها اللغة والفهم والنواحي الاجتماعية والنفسية. وفي دراسات أخرى أيضا عند الكوفيد أرتنا مثالا كبيرا عن حماية الطفل والحماية الاجتماعية عندما يعملون سوية في مسار الكاش بلس أي الكاش إضافي. شكرا كثيرا، سيكون رائعا إن كنت قادرا على مشاركة هذه النتائج إذا تم نشرها. نعم نعم تم نشرها، وهناك دراسة قمنا بها في 2018 ودراسات أخرى سأرسل الروابط لك. رائع، وسنشاركها مع مع المساهمين. والآن سنتي، بسبب عملك مع تحويل الأدلة إلى سياسات، وهي أحد الأمور الخمسة التي ذكرتها، ما هي الثغرات الرئيسية برأيك من ناحية الأدلة وتقديم الدعم
عبر قطاعات مختلفة مثل الحكومة. I think it was interesting. أظن أنه من المثير للاهتمام أنك ذكرت بأن حماية الطفل كقطاع هو دائما لا يوجد فيه الكثير من البيانات. أود أن أناقش ذلك وأقول أن ليست المشكلة برأيي هي عدم وجود البيانات، أظن بأن البيانات متوفرة أكثر، المشكلة هي بإتمام عدم إتمام البيانات بشكل آخر. إن أردت أن تناقش ببرامج للوقاية فيجب أيضا أن تكون قادرا على أن تبرز أدلة وتقول حسنا ما هو الشعب أو ما هي مدى انتشار هذه المشكلة، وهنا تبدأ بأن تكون مشكلة سواء كانت البيانات تامة أم لا. أود أن أستخدم العنف، إحصائية العنف ضد الأطفال كمثال عن ذلك، وأظن أنه أننا جميعنا سعداء بأنه عندنا المنهجيات عن قياس الحوادث التي تحصل كعنف ضد الأطفال، ولكن ما زال لدينا الحاجة للبيانات الأخرى حتى نرى الأطفال الذين يسكنون في سياقات غير تقليدية كالأسر، أسر غير تقليدية، حتى نصل إلى مستوى الأسر. إذن يجب أن ننظر إلى المؤسسات والسجون ومناطق الاحتجاز ومراكز الأيتام. ثالثا نحتاج إلى المزيد من البيانات الطولية في كل دولة والتي تتبع نفس الأفراد على مدى مرور الزمن، وهذا سيرينا ليس فقط الأثر ما مثلا كمداخلة إن وضعنا ذلك كجزء من التصميم، ولكن أيضا يرينا ما الذي يمكن أن يجعل الأطفال الذين عندهم مشاكل كيف يمكن أن يتفاعلوا مع مشاكل الحياة، ترينا قدرة التحمل كعنصر، وأظن أن ذلك مهم للغاية عندما نتحدث عن البقايا أيضا. شكرا كثيرا. ونعم أوافقك تماما بأن جزءا كبيرا من المشكلة هي إتمام البيانات، ولكن أيضا أن أخذ هذه البيانات ونحولها إلى شيء يمكن أن نستخدمه في سياساتنا. ولكن قبل أن أنتقل إلى ستلا، أريد أن أشجع كل المساهمين، الرجاء أن تكتبوا أسئلتكم في علبة الدردشة وزملائي سيقومون بإرسالها إلي على جهاز آخر حتى أتمكن من طرح تلك الأسئلة. والآن علبة الدردشة الموجودة في الجزء الأيمن، اضغطوا على الشات أي الدردشة وسترون علبة الدردشة ستفتح في الطرف الأيمن، وبعد ذلك يمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم الخاصة، وسواء كانت سؤالا عاما أو لأي شخص محدد من أعضاء اللجنة. ستلا، نعود إليك الآن. كيف ترين الجهود لمنع الأذى للأطفال في الكوارث الإنسانية، وكيف تربطينها مع العدالة، مع جهود العدالة الاجتماعية الأوسع؟ شكرا. واحد، إن العدالة الاجتماعية والجهود المتعلقة بها، دعيني أقول بذلك بشكل مختلف، إن السياقات الإنسانية هي جزء أكبر من العدالة الاجتماعية بشكل أساسي، ولكن الفرق هو أنه بسبب التعقيدات الموجودة حول سياقات الأطفال فالكثير من الأشخاص يميزون ما بين الاثنين ولكنها مدموجة مع بعضها البعض حقيقة. وبذلك حتى نكون هناك ربط ما بين جهود الوقاية في الكوارث الإنسانية وسياقاتها، والعدالة الاجتماعية تتطلب من كل أصحاب المصلحة بأن يكون هناك تنسيقا ما بين الصحة والتعليم والعدالة وأنظمتها والتنمية والمنظمات ومنظمات غير الحكومية وغيرها حول هذه الأجندة. كما رأيت أيضا بأنه كان هناك سؤالا في الدردشة ربما أربط ذلك به، وهو يرتبط حقيقة بأن دور الوقاية أو العمل لا يمكن أن نحققه لوحده، يجب أن يكون هناك لأصحاب المصلحة المتعددين أن يكونوا كجزء أساسي في هذه الناحية. أما النقطة الثانية فهي أيضا ما يتجاوز ما قالته مارتي من ناحية التنسيق، وهي أن نتأكد بأنه يوجد القدرة حتى نتمكن من أن نستجيب وأن نعمل سوية، وهذا يتطلب بناء القدرات لكل أصحاب المصلحة المختلفين سواء في السياقات التنمية والعدالة والاجتماعية.
وحتى نقدر تماما مثلا كيف نستجيب للأوضاع عندما يكون هناك عنفا في سياقات إنسانية. سأعطيكم مثالا، كان عندنا خط مساعدة وطني للأطفال. هذا الخط عملي يعمل في السياقات العادية حوالي 24 ساعة في اليوم، يستلم المخابرات، ولكن عندما كان عندنا كوارث كما حصل في جائحة الكوفيد، عندها وضع خط المساعدة بوضع حيث أن نحتاج إلى المزيد من الكفاءات هناك. إذا بناء القدرات يجب أن تكون حتى تمكنهم من القدرة على الاستجابة ويتخذون بالعمل. النقطة الأخرى هي أيضا حتى نتأكد بأن الجاهزية وخطط الاستجابة جاهزة وأنها تكون في الأنظمة، وبذلك تستجيب للجميع وتساعدهم، ليس فقط للعمال الإنسانيين وإنما تعطى للجميع الذي يكون في قطاع التنمية. وهذا كل ما لدي الآن. Thank you very much. شكرا كثيرا ستالا. والآن سأنتقل إلى كن. كن، أتمنى بأنك قادر على سماعنا. كيف نحن كمجتمع دولي يمكن أن ندعم بشكل أفضل المجتمعات بدور فعال في زيارة الأطفال في دورها، عفوا، في دورها الوقائي خاصة فيما يتعلق بالأطفال؟ نعم، شكرا كثيرا. أظن أن مجتمعنا الدولي في مجتمعنا الدولي فبرأيي الطريقة الوحيدة كيف يمكن أن ندعم المجتمعات حتى تحمي الأطفال بشكل أفضل هو أن ندعم ونعزز أنظمة حماية الطفل المنتظمة في المجتمع. في معظم الحالات نحن نأتي بتصاميمنا الخاصة أو بأنظمتنا لحماية الطفل المبنية على المجتمع، ولكن في النهاية يكون عندنا أنظمة متوازية لتلك الموجودة في المجتمع والتي أحيانا تسبب المزيد من التشويش، وثانيا لا تكون مستدامة، ولا نحصل فقط على الوقت الكافي حتى نفهم أكثر هذا المجتمع من ناحية الأنظمة المتواجدة أصلا من ناحية الحماية والتي يمكن أن نتحد معها أو نعززها وندعمها أكثر حتى نعطي الحماية الأفضل، لأنها هذه أنظمة موجودة ضمن المجتمع، حتى هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولذلك الملكية والاستدامة نوعا ما سيكون اهتماما أكثر فيها إذا كان النظام يتبع النظام المجتمعي. وبذلك بالنسبة لي فأنا قد تفاعلت مع الكثير من المداخلات ولكن تسمي نفسها بأنها مجتمعية، ولكن غالبا نرى بأنها تأتي كوصفة للمجتمع حتى يطورها ويقوم بنظام موازن. وبذلك إن أخذنا المجتمع كمنظمة وبذلك مداخلتنا تكون مجتمعية أكثر. لذلك الموضوع الذي يسبب لنا مشكلة في قطاع حماية الطفل هو الملكية والاستدامة التي لا نعالجها في مثل هذا النوع من المداخلات المجتمعية. لذلك برأيي نحن نحتاج أن نسعى لأن تكون قادرين على الدعم الأنظمة المجتمعية وأن نحاول أن نخلق أدلة حول ذلك، وبذلك نشارك مع القطاع والحكومات والمزكيين أيضا، وحذر بأنه إن عززنا أنظمة المجتمع هي أيضا طريقة فعالة جدا كمداخلة ونهج ممتاز. ليس من الضروري أن نعمل مع المجتمع، فإن المجتمعات يجب أن يكون عندها حضورا وسيكون عندهم طرقهم الخاصة لحماية أطفالهم الخاصة بهم. وشكرا كثيرا، أعيد الكلمة لك، شكرا كثيرا لذلك، وشكرا للجميع لتأملاتكم لهذه الأسئلة. مرة أخرى أظن بأننا سنترك هنا بأسئلة أكثر من الإجابات، ولكن أتمنى بأن الجلسات التي ستكون معنا هذا الأسبوع ستعطينا المزيد من الإجابات. أيضا عندنا العديد من الأسئلة التي دخلت الآن، سأبدأ بسؤال
أتى من زميل من الكونغو، وهو السؤال لفريدة قبل كل شيء. وهو يشجع فريدة ويقول بأنها تقوم بعمل رائع، ويسألها كيف أنها ترتبط مع وتتواصل مع أشخاص آخرين من الكونغو الذين يعملون أيضا لحماية الأطفال في خارج الدولة، وكيف نستفيد من عمل الآخرين. شكرا كثيرا هاني، وشكرا للمشاركين الذين أرسلوا لي هذا السؤال. أنا في ستوكهولم وفي أوروبا أو في يوغندا، لدينا عندنا شبكة عالمية للشباب، وهي للشباب اللاجئين عالمية، وتبدأ معنا نحن اللاجئين، ويوجد هناك ميسرة ومنسقة عفوا للتنوع ضمن المجموعة، وبذلك نحن نعمل سوية حتى نحضر أصوات مختلفة، ونعمل بشكل مباشر على المستويات المحلية سواء في أوروبا أو في الدول الأخرى. إن نعم مواضيع الحماية مثل حماية الأطفال إنها ليست واسعة مثل مجتمعات اللاجئين أو مناطق النزاع، ولذلك ما نقوم به هو أننا نحاول أن ندعم الصغار في العمر، اللاجئين ومنظماتهم من مجتمعات مختلفة، حتى يروا بأننا نطور كفاءاتهم في حماية الطفل، ونسمع لأصوات الصغار في العمر، لأنه غالبا الصغار ما زالوا مراهقين وعندهم مهارات مختلفة، ولكن ما يحتاجونه هو بناء قدراتهم حتى نضيف إلى ما لديهم لحماية مجتمعاتنا. ونحن جاهزين لأولئك الموجودين في أوروبا من كونغو، وحتى الذين ليسوا من كونغو، للجميع الذي يرغب بأن يرى مجتمعات اللاجئين والشباب اللاجئين إن كانوا يقومون بعمل جيد أو ببناء قدراتهم بشكل جيد للاجئين، وليس فقط لمجتمعات اللاجئين وإنما في الدول المضيفة التي نحن فيها، لأننا الآن ننتمي لتلك المجتمعات المضيفة، نحن لا ننتمي إلى البلاد التي هربنا منها بسبب النزاع، وإنما نحن ننتمي إلى المجتمعات التي نحن بها الآن. لذلك أولئك الذين يودون أن ينتسبون إلينا حتى يتعلمون مزيدا عن ما نقوم به وكيف نحمي بشكل أفضل الأطفال في مناطق مختلفة، كيف ندعم أصغر من دول مختلفة ومجتمعات أخرى ليس فقط من كونغو، وإنما كل اللاجئين مع الشراكة مع فيجن جلوب، وهي المؤسسة التي أنا بدأتها عندما كنت في الكونغو في يوغندا عفوا، في حماية الأطفال في المجتمع. وهذا ما لدي، شكرا. Again, encouraging colleagues to post your questions. وشجع الزملاء أن تضعوا أسئلتكم على الدرجة حذر قبل أن يكون الوقت، وشجعكم والمتحدثين أن تستخدموا خاصية الدرجة. سؤال ستيلا، شكرا سيلا لهذا العمل الكبير. أريد أرائك حول توازن الوقاية والخدمات في هذا العرض في برامجنا وأولوياتنا، وخاصة في السياق الإنسانية، وكيف التوازن الأولويات الوقاية والاستجابة عندما تكون مصادرنا قليلة جدا. ستيلا وبعد ذلك أنتم لاحقا. شكرا جزيلا مرة ثانية. أعود إلى الحقيقة، التحليل استخدمته سابقا عديد منا عندما نحن في سياق العمل الإنساني وفي الغابة نحن نضل هذه الأشجار في الغابة. من المهم أنه نعم نستجيب للخدمات التي تحتاجها بشكل أكبر، ولكن هذا يضع هو فقط الكمادة على الجرح، ولا نعمل ولا نحل بشكل كامل. هذا مهم جدا. من المصادر هي
هي القطاعات المتعددة ودورها هي نسخ هذه على هذه الحلول وهذه الموظفين الأجانب في وضعهم في تلك المناطق قبل 20 سنة لم انخرط في الأمور مع السياسيين وفي الترويج التركيز على إيصال المصادر إلى الأشخاص وإيصال الطعام والغذاء إلى الناس وما هي لحياتهم اليومية المصادر بالنسبة يمكن نحن نتعامل معها مع أصحاب مصلحة آخرين الذين ينخرطون في الترويج ونذهب إلى أولئك المنخرطون باستخدام كل الإمكانيات لتغيير الوضع الحالي بالنسبة لي هو التعاون والتعرف على الإمكانيات المختلفة مع اللاعبين المختلفين واللاعبين وأيضا رسم المانحين وأقول لهم ما الذي يجب ننخرط فيه خلال السنة وكيف وقاية ومنع تلك بدل من البناء على الوكالات في القطاعات وفي الأجندة هذه التي وضعت شكرا لكم العامل القطاعات المتعددة نحن ما نفقده في يمكن أن يكون هو متنوع بالنسبة للمصادر إذا ما تعاوننا في هذه القطاعات في منع العمل الذي يجب وضع للاستجابة قد يكون أقل جلب كل هذه القطاعات معا هذا ليس إلا وقاية اجتماعية وحماية اجتماعية حماية الأطفال هي ما نستثمر في ذلك ولكن رسم وتصميم هذه الأمور ممكن نستفاد منها بشكل مضاعف لأن نحن نحقق الحماية للأطفال وأيضا الأهداف للحماية الاجتماعية قد حققت نقاط عظيمة السؤال الآخر إلى كين هل أنت لاحظت عدم اتصال في النزاع بين السابق والآن بالنسبة لحماية الأطفال في المجتمعات والممارسات التقليدية في حماية الأطفال شكرا هاني هذا سؤال مثير وأنا ما تحدثت عنه كثيرا بالنسبة عدم التواصل في مناطق النزاع والصراع هناك منصات قليلة للأطفال من هذا المنحى نجد المجتمعات أعضاء المجتمع يفهمون حقوق الأطفال بشكل مختلف بالنسبة لهم يظنون أن حقوق الأطفال هي أداة هي كأداة تقنية للسيطرة الأبوية على الأطفال وفي بعض الأمور مع أعضاء المجتمعات لا يوجد هناك تداخلات حول الأطفال في أفريقيا الأطفال يصبحون هم رؤوسهم يابسة بالنسبة للأمور الأبوية عندما يفعل الطفل شيئا سيئا أنا أعاقبه هو يبكي ويصرخ وبعض الأحيان أمي تأتي وتهدئني بعض الأحيان الشرطة تأتي هذا كل هذه التداعيات المتداخلة في حماية الأطفال ثانيا بالنسبة للحكومات والسياسات في حماية الأطفال السياسات في كينيا إذا ما كان الطفلة قد حملت وضع هي تحمل لا يجب عليها أن تعود المدرسة بالنسبة للفتيات الصغيرات التي يتم استغلالهن من تلك السياسات هي من بعض الفتيات التي هن تحملن وتعود إلى المدرسة في اليوم الثاني الصوت متقطع هذا هناك الكثير من الصراعات حول هذه السياسات والمجتمعات ليس فقط الأمور إطار قانوني وسياسي التدخل في بعض أيضا أصحاب المصلحة في هذه المجالات عدم الاتصال وأيضا النزاع والصراع
هي من الأمور التي نشهد عليها. شكرا جزيلا. هذا مثال عظيم أنت أعطيته. نرى عمل في المناطق أخرى في أفريقيا في سيراليون على سبيل المثال، حيث تعطي أداة ولكن لا تستخدم تلك الأداة بشكل صحيح، والتخلق هو عدم رضا عن هذه الأداة، ولكن هذه الأداة هي فقط لحماية الأطفال. السؤال الثاني لستيلا، عندما يأتي التعليق جيسون سأل ما الذي نفعه في منطقة مثل الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، حيث العديد من الدول والمصادر هي قليلة وهناك صراع ضد الأطفال. هل نفكر، هل نريد حول التحليل حول هذا الإقليم؟ يحتمل هناك، لا هناك برهان حول هذه المذنبين. هل تريدون أن تعرضوا أفكاركم حول هذه الأمور؟ لن أقول هناك هو أو هي بالنسبة لدور الجنسي، ولكن هو الموضوع حول التعقيد في المناطق مختلفة والصراع والعنف في يعمل كثير على كثير من الصعود ويختلف، وخاصة في الشرق الأوسط والأفريقا. أيضا نحن نرى بشكل كبير الشباب هم بشكل راديكالي يتحولون في هذه المنطقة، ونقول لا نستطيع منع ذلك من أن يحدث. المنع الوقاية هو ممكن، يجب علينا أن نعود كيف أن نفعل وننخرط بشكل أفضل مع أصحاب المصلحة، وخاصة أيضا حول الحروب وتداعياتها في بعض المنظمات، انخراط في هذه الانشقاقات في الحروب، يمكن انخراط في هذه الأمور. ومن المهم أيضا إذا ما جلب التطوير إلى المناطق الصراع. أريد أن أشارك، أعود إلى النقطة، نحن نعمل أكثر من 30 سنة، هو الوضع يزداد سوءا. وصلنا إلى نقطة المحادثات والاستجابات التي تتعامل بالأمور الطارئة. ما الذي يحدث؟ الأطفال الذين تأثروا، هذا ما نفعله، نعطي الخدمات لهم. وبالنسبة للعمل مع هذه المنظمات والمنظمات المدنية هي الانخراط والمشاركة، وهذا ما يجب أن ندخل إلى جذور الأسباب. وما الذي يحدث إذا نحن ما تعاملنا مع جذور الأسباب، وإذا لم نشارك في هذه مناطق الصراعات؟ نحن فقط نحن نحارب النيارين ونضع في دوران الاستجابة هذه الدائرة المفرغة. هل يمكن أن نضيف شيئا إضافي؟ هذا سؤال مهم ليس فقط للشرق الأوسط في هذا السياق، ولكن حماية الأطفال. نحن نؤكد هو مهم جدا، الحماية للأطفال يجب أن يعتنق. وأيضا عندما نفعل ذلك يمكن حماية في مناطق الصراع والذين نعطيهم القوة، وأن يكون كسب عيشهم وفرص لهذا، وعدم العيش في فقر بعد ذلك. عندما يكون هناك وضعا يكون ضعفا وهناك كارثة والتي ضربت هذه المناطق بشكل أكبر، من المهم جدا اعتناق حماية الأطفال. قد يكون ممكن تفعيله بشكل وإهداف واستهداف، ولكن يحتاجونه. نسبة للمقدرات أصبحت مهمة جدا، يجب هو يزداد بشكل كبير. كيف نحن نتعامل مع شركاء في المساعدات الإنسانية، استخدام نظام الحكومات وبعض الناس. أعطي مثال، عندما عملت أعطينا خدمات لأكثر فقرا و الدول الجوار في ليبيا ونيجيريا، هذا شيء. والشيء الثاني الذي أردت أن هنا أؤكد عليه، خلال الصراع من الواضح بالنسبة احتياجات الإنسانية مهمة لإنقاذ الحياة،
ولكن الحماية هو الرأس مال الإنساني مهم قبل أن نبني الهيكلية في الشرق الأوسط. الوقت الحان للاستثمار في الحماية الاجتماعية وفي الرأس مال الإنساني. دائما برامجنا في بنغلاديش والمشاريع الطارئة روهيميا، هذه المشاريع هي تقوي حكومة بنغلاديش ونظامها للوصول إلى الخدمات والبناء قوى اجتماعية للسكان. نحاول نفس الشيء في أفريقيا الوسطى، حماية الأطفال وأيضا حماية العمل الاجتماعي، كل هذا مع اللاعبين الآخرين في المساعدات الإنسانية. هذا بالنسبة للرد حول الرد على المساعدات للأطفال في مناطق النزاع الكبيرة. شكرا جزيلا دكتور جرافسكي. أريد أن أبني على هذه السؤال الأخير سانتي، أن أرمي الكرة إليك. التحدي الذي أعطيتنا إياه عندما نقول عن الوقاية، يمكن أن نفعل الوقاية على صعد مختلفة. تحدث عن الوقاية على أساس بسيط ومعالجته بشكل بسيط، وأيضا لا نلعب باهتمام حول ويمكن حله عن طريق التعليم وجسد سد هذه الثغرة، وهناك العودة إلى الأمور الطبيعية وبناء الأمور الهيكلية التي تتصل مع سياسات حكومية على الصعيد العالمي. هذه مسائل التدخل قد تؤدي إلى الوقاية. إن هناك منظمات عالمية مختلفة في الكونغرس بالنسبة للتدخل، وزاد من النزاع في اليمن ومناطق دول أخرى في العالم، في أفغانستان التي نتعامل معها الآن بشكل واضح. كل هذه المراحل تريد عملا لكي منع التدخل ضد العنف ضد الأطفال. ما هو دور المجتمع مثل مجتمع الشابتك؟ كيف نحن يمكن أن نتعامل مع هذا؟ إذا ما كان لدي الجواب سأكون رئيسة العالم، ولكن ليس لدي جواب. أريد تعليقات وانعكاسات على هذا السؤال فقط. أولا، أعتقد العمل مثل الوقاية هو مصعب جدا، كما ذكرت سابقا، والمشاركين وقلقهم المصادر هي محدودة جدا. ولهذا السبب البرهان أن يجب نحن نفترض أن يعطى لإعطاء قرارات ليس في سياق الحكومات لأنها مختلفة، الوعد وضع قرار للاستعداد لعمل ما ولفهم قيمة الاستثمار في التدخل. وهذا بعض الأحيان حيث الأشخاص من خلال تجربتي رأيت وشاهدت ونتأكد هنا ليس هي لا 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 تعمل بشكل متسلسل. بالنسبة للدعم، زملائي من البنك الدولي ذكر البرهان، قال لنا أيضا هناك العمل يعمل بشكل أفضل إذا ما كان ترافق ببرامج وعمل أفضل. وفي دولتي هنا تم ترجمة إلى أمور تدريبية، ليس كل هذا عمل ولكن تحول إلى أماكن مختلفة لكي يكون فهمها بنمط أفضل. نفعل إذا لم تفهم هذه الأنماط. هناك هذا نمط من واحد من الدعم، تحتاج الحكومة للاستثمار في العمال الاجتماعيين والموظفين لتدريبهم وأن يكونوا متوفرين حول بالنسبة لاستجابة آلية هذه الميكانية الاستجابة والمحاسبة والمراقبة إلى ما آخره. وبعض الأحيان الأشخاص يأخذون هنا منحا قصير ويريدون الاستثمار أكثر بأمور متعقدة في شركات. البرهان قال لنا وبين لنا الاستثمار في شيء ما وتمرجم إلى شيء هو أمر سطحي. على سبيل المثال في إندونيسيا بالنسبة لهذا التحول بهذه
الزواج الأطفال وأيضا جلسات الأهالي التي طورناها. التأثير قد لا يكون أي شيء يحدث حول حماية الأطفال. والشيء الثاني المكون الثاني الذي ننساه وهو أثر المجتمع، وكالة الأطفال، حيث الأطفال يكون هناك في العامية، وكيف أعطائهم الصوت وأعطائهم الحوار وإبداء رأيهم على صعيد المجتمع أو على صعيد الدولة. الطريق الثاني أريد أعمله هنا من خلال هذا الاجتماع هاني، زملائي يفكرون ما ذكرته في الأول حول الوقاية. ربما أفكر بشكل عال، صوت عال، إن راه كالوقاية في عمل للأطفال والوصول. الكارثة تكون محلية والكارثة تكون عالمية، والوصول لماذا نصل إلى النتائج والوقاية، منع ظهور هذه الوقاية وما يحدث. وترى هذا النقاش مهتم ومثير في هذه المكونات المختلفة، الثقة على الأمور المحلية والعالمية مقابل الاستثمار. أعتقد أرى فقط وأستبصر في المكون الرابع، حيث الكارثة هي عالمية مثل المناخ، كارثة المناخ، وأيضا الوقاية هي أن نمنع من أن تحدث منذ البدء. هناك استثمار عالمي حول الموضوع، وليس كثيرا هو تخفيف النتائج حول العزل أو التي هي استهدفت بعض الدول لديها مصادر أكثر. يمكن أن تفكر أفكار أكثر من الدول التي ليست لها مصادر كثيرة. شكرا. أنا رسمت هذا لكي نعمل عليها. لقد مر الوقت الآن، دهمنا الوقت، وقال لي أن أختم الجلسة. ستيلا، أسألك أن 15 ثانية فقط بعض الأفكار وبعد ذلك سأختم الجلسة. أخيرا، بالإضافة ما تحدثت، أن ننظر اعتناق بالنسبة لحلول على أساس البرهان. لدينا هنا أفضل الاستراتيجيات يمكن اعتناقها والمهارات. يمكن أن ندعم التدخل والوقاية خلال المهارات التي تحدثت عنها سابقا. شكرا. كلمة أخيرة لكن شكرا. أردت أن أذكر هنا من خبرتي الحماية، فرص الحماية هي بالنسبة لوجود المصادر. النظام بكامله صيغة بطريقة هو يكون استجابيا. بالنسبة للحماية يحتاج هو الصبر ونظرة طويلة الأمد، والنظام بشكل ينظر إلى النظرة قصيرة المدى، وهذه هي المسائل التي يجب أن نركز عليها. شكرا جزيلا. أريد أن أشكر الجميع، المتحدثين بشكل خاص الذين شاركونا مبكرا ومساء، وشكرا لأفكاركم شاركتها. أرضى الوضع مناقشاتكم في صندوق الدردشة لنشجع لاستمرار في المناقشة، وسيكون هناك استراحة.